دايما نعلى، يبقى اللي فوق نورمال. طب واللي تحت وحش قوي، السيفير اكستريشن. نظام كي جي 1 وكي جي 2 اقول هتابع في اللي مكسوف ولا مش فاهم. ايد الشمال على ايد واحد وايد اليمين على ايد ثلاثه، وشوف مين فيهم بوزيتيف ومين نيجاتيف الكومبلكس في ايد واحد وايد ثلاثه. لو لقيت في العيان ان ايد واحد بوزيتيف وايد ثلاثه نيجاتيف، ايدك دي اللي فوق الشمال يبقى ليفت اكسس. طب لو العكس رايت اكسس، لو الاثنين فوق نورمال، ده النورمال. طب لو الاثنين تحت سيفير اكستريشن. انتوا خدتوا المحاضرة اللي انا دي؟ طب يعني انتوا جايبها ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه دكتور. نعم يا طيب الاولانيه خلاص اعرفوها انطفوها. الطريقه الثانيه اعملها النسبه. في حد مش فاهم الاولانيه؟ الشمال فين؟ واحد ويمين ثلاثه. الطريقه الثانيه بقى دور على مين؟ فين الكومبلكس واي فيزيك؟ هتقول لي هو بدور على مين؟ مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ الطريقه الثانيه دور على ليه في الكومبلكس تقريبا فيزيك، يعني في حته بوزيتيف وحته نيجاتيف في بعض. خلاص؟ هدفك ايه دلوقتي؟ ليه في الكومبلكس باي فيزيك؟ ليه؟ يبقى الاكسس في اتجاه اللي العمود عليه. ايه الكلام ده؟ انترسانت ده على فكره الانترسانت ده مش محور سين ومحور صاد، دليل واحد ودليل اي بي اف. خلاص؟ وده فكره دي اس ما سمعنا مكتوبه ايه؟ عشان كده المفروض ان دي تبقى متعلقه بكل عينيه مركزه. المفروض واحد زي دي تبقى متعلقه. شوف بقى الطريقه الثانيه، انا بدور على باي فيزيك كومبلكس. يعني ايه باي فيزيك؟ يعني في حته بص في حته لقيته في ليد واحد. لقيت الباي فيز الكومبلكس في واحد، يبقى الاكسس في اتجاه الليل العمود عليه اللي هو يبقى الاكسس في اتجاه ركز. طب الرخم هيقول لي طب الاكسس اللي تحت ولا الاكسس اللي فوق؟ مش انت دلوقتي خدت قرار ان الاكسس في اتجاه اي بي اف؟ بص بقى على اي بي اف، لو كانت بوزيتيف يبقى في اتجاه البوزيتيف، لو كانت نيجاتيف يبقى في اتجاه النيجاتيف. دي تاني طريقه وانت مش مطالب انك تستخدمها. أول طريقة معاك حكمة خلصت، إنما اللي دماغه فيها مكان ياخد الطريقة دي. الطريقة الأولانية كنت بتدور على إيه؟ مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ في واحد وفي ثلاثة أنا حدد لك. الطريقة الثانية بتدور على باي فيز الكومبلكس. لو لقيته امسك الليد ده. الأكسس في اتجاه الليد العمودي عليه أجيبها منين؟ في الخريطة دي. عشان كده لو الخريطة دي مش موجودة خلاص بس الطريقة دي مش ماشية معاك. حد فاهم؟ طب لا الطريقه الثالثه بقى للمتفائلين. الطريقه الثالثه دي عايزه واحد قاعد في العين مركزه والعين حالته مش كريتيكال وقاعد يذاكر، فقال لك انا بطبق على عيني. انما ما ينفعش تعملها باستقبال، العين بيموت وانت ماسك ورقه قلم وعمال تحسب. الاكسس ايه والباب ايه؟ تاخد قرار بسرعه وخلاص. دي الطريقه الثانيه اللي قلناها هنطبق ان شاء الله في الاول. بس اهم حاجه ما تتعبوش لان دي اغلس حته لسه. الطريقه الثالثه بقى انك تحسب. يعني ايه تحسب؟ هو احنا لما رسمنا مش قلنا ده ليد واحد وده ايه اف؟ هنستخدم دول. واحد ليد واحد. تعالى في ليد واحد. بص على الكومبلكس. لقيت الكومبلكس في حته بوزيتيف سبع مربعات صغيره وحته نيجاتيف وربعين صغيرين. يبقى عندك زائد سبعه وناقص اثنين. المحصله زائد خمسه. مركز؟
يبقى رين واحد في زائد خمسة. تعال على رين واحد ده اهو. واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة احط على فاكر الرسم الباقي؟ ماشي؟ روح لايه بيف؟ لقيت فيها 8 بوزيتيف و3 نيجاتيف اللي هو المحصلة 5 بوزيتيف على ايه بيف؟ حط عليها. يبقى انت حاطط هنا علامة وهنا علامة صح؟ نزل ده كده وده كده قبلوا بعض هنا هو ده الاساس. ده الطريقة الثانية. هنقول كل الثانية معاك. أول طريقة دي المتفائلين إذا في الشمال على ليه واحد اليمين على الثلاث لو الشمال فوق لفت اكس لو اليمين فوق طيب لو الاثنين فوق لو الاثنين تحت خلاص تركينها بقى معاك دي دي اللي هتشتغل بيها الطريقه الثانيه تدور على ايه؟ واي فيز لقيته في ليد معين يبقى الاكسس في اتجاه الليد العمود عليه اجيبها منين؟ من الشكل اللي قدام خلاص؟ الشكل اللي موجود عندك معرفش ايه؟ فهو المفروض انه يبقى معلق بعنايه او يبقى كده بقى يبقى دي في مسطره ولا كده مطلوب حتى في الادويه المفروض ان النادي يطلع كتاب يشوف الدوز ويحسبها بس انا لو طلعت كتاب في السيبان الحق ده جايبين واحد لسه خد بالك اي مصيبه بتحصل في اي مستشفى بتوصل لمين؟ الامتياز اقول لك انا رحت واحد امتياز شافني هو كده الناس عند قدام راح مستشفى واحد شافه وشاف رسم القلب وقدام حقنه وربنا كرم كنت هموم دي بقى انه لما راح بره يكشف قال له مين؟ مين من الله اللي قبلك مثل هو قال لك قلت له السنه دي هشيل كل جرائم المجتمع استعيدوا الى يعني بقيت غلط مظاهر الانتخابات بقى الطريقه الثالثه الطريقه الثالثه نحسب قلت انا لازم اسالك الدكتور منين؟ ف طبعا طويل لابس البلطو البلطو بتاعي كان تحت الركبه كده ومفتوح. فكان الدكتور منين بيعمل كده؟ الدكتور منين بلطو طويل جدا وفاتحه وماشي كده اي حد يقابله يلوش ويشتمه اي حاجه. مره في الدور الثاني داخل كده فداخل بسرعه بفتح الباب وداخل فشاف في مس قاعد على الديسك مش على الكرسي راح نط على الركبه اتضرب. بقى بصيت كده انت امتياز بعد ما حاجه تزعل يعني كلكم هتقولوا دي الراجل الثالثه هنحسب الثالثه هتعمل ايه؟ هتبص على ليد واحد وتاخد قرار الكومبلكس بتاعه صافي كام بوست بوليت لو لقيت ليد واحد في الكومبلكس بوزيتيف سبعه يبقى زائد سبعه تعالى بقى على الاكس ده اهو وعد على ليد واحد سبعه وحط علامه بص على ليد اف ليد اف فيها سبعه بوزيتيف واربعه نيجاتيف يبقى المحصلة زائد 3 زائد 7 وناقص 4 يبقى زائد 3 تعالى على ليه بيقفل وعد 3 يبقى انت عندك نقطة على ليه واحد ونقطة على ليه بيقفل انزل كده وروح قابلها في مدار الاكسس هتشوفها دلوقتي كم طريقة كده هنقولهم كمان مرة بس يعني ايه الطريقة التالتة اللي هي واحد ليه بيقفل عشان مش متخيل يعني ايه بوست نيجاتيف لو ليه واحد كده شايفين الكومبلكس؟ الكومبلكس فيه 3 نيجاتيف تحت، يعني النيجاتيف عامل 3 مربعة. والبوزيتيف عامل 8 زائد 8 وناقص 3 والمحصلة زائد 5 ده مين كام ده؟ مين واحد؟ طب ما انت مش عندك الشكل، بص مش الشكل ده واحد كده هو ايه بيقف كده؟ هو رسم 5 على البوست بقى خلاص؟ تعالى ليه بيقف؟ ها 5 بوزيتيف وثلاثة نيجاتيف ثلاثة مربعات اثنين انا اسف يبقى زائد خمسة وناقص اثنين زائد ثلاثة مش ايه اللي كان عامل كده؟ هو خد كده اتبسط رسم عليها كام؟ ثلاثة صح يبقى ركز معايا رسم هنا خمسة ورسم هنا ثلاثة ركز شيل دي كده ونزل دي كده تقابله هنا اهو ده خلاص؟ لا لو رجعت لشكل الدايرة أو الدايرة دلوقتي إم جف تحت بوست فوق جف عشان كده أنا مش حافظها أنا متلخبط أنا عارف إيه واحد جف جف إيه بقى سايبها هنطبق هنطبق حد جاهز؟ حد جاهز؟
حد يقول الاكسس البتاع دي كام؟ رايت ولا ليفت؟ هنستخدمها اي طريقه؟ هنستخدمها اي طريقه؟ اول طريقه ايدك الشمال فين؟ على رجل واحد واليمين فين؟ على رجل ثلاث واليمين بوست ومين ليفت؟ جدد وضوءك انت ليفت؟ عايز اعرف؟ حد معترض؟ حد مش فاهم من غير بصوا؟ بص ليك واحد ايه؟ بص انت فاهم؟ مش لاكس بص ايدك الشمال فوق مش لاكس ليك ثلاثة مين اللي مين هتبقى؟ يبقى ايدك اليمين تحت يبقى ده ليك اكسس نشوف كمان ده الشكل المفروض المفروض انك لو فرضت حاضر ده دي واحد شايفه؟ هنا البسط بتاعه وهنا النيجاتيف بتاعه هنا البسط بتاعه وهنا النيجاتيف بتاعه فكل واحد دول دول تجاهه فانت عارف واحد ايه بيفكر والباقي سبيل السنة يا ولد كم مربع قلنا عليه؟ قسمناهم اهو وهنا كم مربع قلنا عليه؟ هذا الاكسس. ده صعب. بس عايزه انا كنت بعملها ازاي؟ كنت بجيب الاي سي جي زي ما قالت الاي سي جي في حته ورقه فاضيه والاي سي جي تطلع من بره اروح اقطعها واقعد عليها. ثم كده يبقى النوع مش ايه؟ لو احنا انا ما قلتش ده لان ده بتاع اللي قبلها. بتحكي لي على فكره خلي بالك. ده اللي قلنا قلنا دي النورمال مش كده؟ لو كانت هنا تبقى ليفت لو كانت هنا تبقى رايت طب هنا قلنا اكستريم دي اسمها نو بنز لما دي اسباب الابنورمال اكسس طبعا دي للقراءه مش للقراءه بقى للقراءه بعدين يعني ايه اللي يعمل ابنورمال اكسس؟ يعني ليفت اكس يبقى ليفت بتبقى هيبرتروفي ليفت بندل كورونري حد يطبق الطريقه على دي كده؟ رجع بالمكتوب طب ايدك الشمال فين؟ من واحد لفوق ولا لتحت؟ لفوق قوي طب ايدك اليمين؟ بس اليمين غلط اليمين عايزه تنزل انت عملت كده كده ايدك اليمين لتحت واضحه دي قوي يبقى ده ليفت اكسس حد معترض؟ مش هنشوف موافق؟ الرجاله ايدك الشمال اللي فوق اهي ما ده بسط وايدك اليمين من تحت اهي ما هو نيجاتيف اعتبر الثلاثه اهي من تحت اهي واحد نعم ليه واحد وثلاثه لا كنت قايلها زمان قبل امتحانات بس ما عرفتهاش عشان ما افتيش بس وده امان لك انا بسمع بيك واقول لك اصل بره وكده حد يشوف الاكسس ده اوعى تتخيل انك تبقى عارف كل حاجه في الدنيا اول ما دخلنا طب في اولى قلت ايه الدكتور اللي متخصص في القلب ده؟ ليه ما يعرفش كل حاجه؟ هو ايه ما عندوش مخ ولا ايه؟ انما حاليا بتوع الكارديولوجيا السوق بدا يقاسوا كل واحد بقى ياخد حته يشتغل فيها. ما تخجلش انك تقول مش عارف بس الدكاتره بس اوعى تقول لي عيان مش عارف اوعى دي ما فيهاش عدم امان بس هو مش هيفهمك مش هيفهمك في واحد زميلنا بيعمل مسطره واحد قريب دايجنوستيك فيبقى العيان بقى قلق وسايكو عمال حتى قال له بص لو حركت رجلك الشمال هيفلت مني ممكن تموت يهددك مع ان لا عنده ليجن ومحتاج له عمل اركبها لك قال له لا ما تركبهاش مش هركبها ما فيهاش فلوس وراح مسافر عملها في اسكندريه فلما قابلته قلت له انت عملت كده ليه؟ يقول لي ده قال لي الشمال هيفلت منه ممكن اموت وما لو ركبت له عمل هيحصل ايه؟ مع العيال لا مش عارف ما اعرفش مع العيال كل كلام عام ما فهمش منه حاجه لو تقرا ويجي لك القعده كله انما مع الدكاتره ايه بقى انا ما اعرفش انا اعرف كل حاجه كتير حد يقول لي الاكسس ده ايه ده الشمال فين؟ خدها بص حطها لفوق اطلع مش احنا ايدك الشمال واحد لتحت وايدك اليمين فوق يبقى ده رايت اكسس ها؟
معترضون واضح؟ دي اسباب تعرفها انت؟ نشتغل على الايت الرياضي. خد بالك انت عرفت الريتم حسب ازاي؟ وعرفت الريتم لو منتظم ولا غير منتظم؟ وقلنا لو غير منتظم بالمره بص على الجنب يبقى كسبت ليه هيلث وريسبونس ستور صح؟ وبعدين دخلنا على الاكسس عرفناها بطريقه سهله. شكل الويفز ده مجرد انك تتعرف عليها كلام كده انما يعني مش محتاج ان احنا نقعد بقى دي اسمها البي ويف. دي اسمها البي ويف. دي تمثل الاتريام. هو نورمالي اتفقنا ان الكاردياك سل الخليه براها بصي ومواليه صح؟ لما الكهرباء دي تفقد بتبقى زيرو. شوف اللي بيتحرك بعد كده اسمها ديبولاريزيشن، فقدت كهربتها. وده اللي بيمشي ده الكهرباء. فالبي ويف تمثل الاتريال ديبولاريزيشن. دلوقتي اكتيفيشن. طب انت دلوقتي خليت الكهرباء زيرو. مش المفروض ترجع تاني بوست بعد كده عشان الحياه تستمر؟ رجوعها للبوست اسمه ريبولاريزيشن، العوده للحياه. يبقى البي تمثل الديبولاريزيشن. طب فين الاتريال ريبولاريزيشن؟ مش باين. نروح للفنتر كيو ار اس كومبلكس. كيو ار اس كومبلكس تمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن. مش معنى كيو ار اس ان لازم ثلاثه موجودين، مش شرط. ممكن تبقى ويف واحده اللي هي الار بس احنا اتفقنا ان كومبلكس وخلاص. تمثل فنتريكولار ايه؟ ديبولاريزيشن. الدي ويف تمثل عوده الفنتر. الريبولاريزيشن. امال فين الاتريال ريبولاريزيشن؟ وقع في الكومبلكس. طب بص كده. مش انت قلت ان الكومبلكس ده يمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن؟ يعني فقط كهربته؟ يعني كهربته بقت زيرو؟ ركز بقى. يبقى الحته ده ايه؟ برافو عليك. اسمها السيجمنت اللي تمثل ان الفنتريكل كهربته زيرو. دي اسمها اس بي سيجمنت. دي اسمها اس ودي اسمها تي. دي اسمها اس تي. عشان كده الاس تي دي لو علت او نزلت الله ده في كهرباء هنا المفروض زيرو. فلما تعلى او تنزل يبقى مرض. تقول كمان مرض. ما هي الكيو اف؟ كيو ار اس كومبلكس. الدكتور دي بولاريزيشن والدي الاس تي سيجمنت المفروض انها زيرو على الخط ايزولكتر لانه فقد كهربته. فلو لقيتها عاليه الوقت يبقى مش نزود بي ار انترنال من اول دي لحد اول الكومبلكس اسمها بي ار انترنال. ايه دي؟ عباره عن الامبرس ماشيه في الاتريوم واحد نازله في الايبي نود تمهيدا لوصولها للبنت. فالبي ار انترنال بتمثل الكونتكشن. النورمال بتاع البي ويف. البي ويف ده عرض ولا طول؟ ما هي اوفر 2.5 2.5 كده التمييز ايه؟ مربع صغير. ما تبقاش تقول لي ملي فولت وملي سكند انا ما اعرفش الكلام ده عشان اللي عارف مربع صغير. يبقى البي ويف كام؟ 2.5 2.5. طب والبي ار انترفال؟ من 3 ل 5 مربعات صغيره. لو لقيتها اكتر من كده يبقى انت شخصت فيرست ديجري هارت بلوك من بدري بقى. طب لو لقيتها اقل من 3 التوصيل سريع بقى انت بوصل بسرعه. بري اكزالتيشن سندروم لول باركنسون وايت سندروم. انت كل مشكلتك دلوقتي بس لما تسمعني نظري بين هارت بلوك بين بري اكزالتيشن بعدين اعرفها. انما حاليا البي ار انترنال تمثل التوصيل مش هي بدات من اول البي لاول الار. يبقى دي بتقول لك الكهرباء ماشيه لحد ما وصلت لاول البنت من 3 ل 5 مربعات صغيره. اكتر من 5 في ناس تجيلي هارت بلوك اقل من 3 التوصيل سريع. مش انتوا عارفين اللي بيوصل من فوق لتحت الايه نوت وانها بتاخد الامبرس عندها تعالى شويه على ما الاتر بيخلص شغله عشان ما يشتغلش مع الاتر. لو واحد اتولد عنده اكسسري بندل بتوصل من الاتر للبنت توصل بسرعه بقى اتاخر ليه؟ فيوصل البنت بسرعه فتلاقي البيار قصيره. اسمه فيجواليزيشن او وولف باركنسون وايت سندروم. واحد عنده اكسسري بندل.
بعد كتير تلاحظ ان في حاجه اسمها يو ويف موجوده عند بعض الناس وما نعرفش كلمتها ايه. نادي يدعوا انها موجوده في الهايبر تنسل، ومره اكتب ان اللي عنده يو ويف ومعرض اكتر لسالنس، يعني كلها ابحاث انما محدش يعرف. فلو لقيتها ما لقيتهاش مش مشكله. ريبولاريزيشن يبقى الكيو الى التي تحت الفلتر بكله.
تحس بطلانك. دي كهرباء. دي كهرباء. ودايما الكهرباء تسبق الميكانيكا. صح. يعني مش مفروض الكهرباء توصل للبنتلك الاول وبعدين يكون تلاكت. ولا ساعة الكهرباء يبقى داس ستون. لا طب. صح. علشان كده من اول هنا لحد هنا. ده على مستوى الكهرباء. دي بولاريزيشن ودي بولاريزيشن. انما على مستوى الميكانيكال داس ستون. سيستوري ميكانيكال بيحصل في الفترة دي. فالكيوتي انترفال في دماغك انت تمثل الميكانيكال سيستوري. سيب دماغك. ايه فايدتها؟ هيجي لك واحد يشتكي ان عنده اريزميا كتير. وان اخوه مات ساندس. اخوه صغير ومات ساندس. من احد الحاجات اللي بندور عليها برولونجد كيوتي سندروم. لو لقيت شاب صغير عنده برولونجد كيوتي سندروم وعيلته فيها ساندس في سن صغير ده قد يكون انديكيشن انك تركب له بيس ميكر. بس مش اي بيس ميكر. البيس ميكر اللي بيعمل ديفايبريشن. بيس ميكر انتوا عارفين البطاريه بتركب عشان تدي للقلب ينبص. في تعديل ان اصبح هو نفسه يعني العيان ماشي كده وهو ماشي جاله فنتركلر فايبريشن. هيموت. يروح الجهاز عامل له بيس تي يرجع موت. يبقى البرونج فيتي سندروم تفكر فيه امتى؟ لو واحد جاي يشتكي من البنتيشن وفي عيلته ساندس. انما الباقي ما ده الكلام اللي احنا قلناه طبعا ده هيبقى قابل انك تقراه انما اهم حاجه انك تقوم من القعده عارف الكلام ده الكلام اللي احنا قلناه خفيف ده برضو هنسبق سنه انت سؤالك كان ايه؟ نبص عليهم فين؟ البي ويف اتعود تبص في اثنين وفي واحد تبص كام؟ اللي هو ايه؟ تبص في اثنين وليد في واحد. بص بقى في اثنين البي ويف عامله كده. خد بالك الطلعه دي بتمثل الريت كده والنازله دي بتمثل الريت كده. المشكله؟ طيب ايه رايك لو الرايت اترم كبر؟ لو الرايت اترم كبر يبقى الطلعه هي اللي هتكبر. صح؟ ركز. طب طالما طلع فوق كده ما لازم ينزل. شكلها بقى بيجي. ما بقتش زي البوبا كده. بقى لها قمة. اسمها بيبالمونال. كنا بنعلمها بيك تقولها بيبالمونال تقولها بيك. بالمونال رايت ولا ليفت بالمونال؟ رايت. يبقى ده رايت اترم. يبقى لو لقيت البي عند هذا الشكل البي اتنين تشخص رايت اترم. رايت اترم انلارجمنت. طب ركز كده. ايه رايك لو طلع كويسة؟ يعني رايت كويس بس اللي كبر مين؟ الليفت لما يكبر يعمل كده اصبح شكلها واسع برود وبيفلت ما بقاش الشكل الجميل ده اسمها بي مايترال يعني ليفت اتريوم ولا مايترال ليفت اللي عايز يشخص اتريوم انلارجمنت يبص على الرين اتنين لو لقى البي وهي بيك ده الشكل ده اهو لها قمه يبقى ده رايت اتريوم لو لقى برود وبيفلت الشكل اللي هنا ده اهو يبقى ده ليفت اتريوم ده بليد كام؟ طب في نفس اللحظه بتبص على بي واحد في بي واحد بقى البي شكلها مختلف فيها حته بوزيتيف وحته نيجاتيف البوزيتيف بيمثل رايت اتريوم والنيجاتيف بيمثل ليفت اتريوم ده في كام؟ في بي واحد مش محتاجه ذكاء بقى لو الرايت اتريوم كبير هتلاقي البوزيتيف كبير والنيجاتيف صغير طب لو الليفت اتريوم هتلاقي البوزيتيف اهو والنيجاتيف هو اللي كتير بصوا على الشكل بس ونعيد الكلام. ليد اتنين مدور فيها على بي بالمونال وبي مايترال. ليد اتنين. طب في واحد دور على البوست في طب كلام بينه وبين بعض. في واحد ركز قوي على النيجاتيف. في واحد ركز على النيجاتيف، ركز على النيجاتيف. الكلام ده ماشي؟ هيتطبق طبعا.